فطائر الجبنة من أطيب وأروع أنواع الفطائر، بدنا نحضرها بعجينة هشة وقطنية لكافة أنواع المعجنات فيكم تستخدموها. العجينة ناجحة ومضمونة بإذن الله. خليكم معنا وتابعوا الفيديو للأخير وشوفوا كل الخطوات والمقادير، إن شاء الله إذا جربتوها راح تنال إعجابكم. فضلا إذا عم تستفيدوا من فيديوهاتي حطوا لايك وتعليق، وخبروني بالتعليقات من وين عم بتتابعوني. خلينا نشوف المقادير وطريقة التحضير. بالبداية هون في عندي نص كوب من المية الدافية، وبالإضافة إلى كوب من الحليب السائل كمان دافي، ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية، وملعقتين كبار من القطر، وفينا نستبدلهم بالسكر العادي، وفي عندي 3 ملاعق كبار من الزبادي اللي هو ياغورت ما يعادل نص كوب تقريبا. بخلط هدول المكونات، ومن بعدها في عندي بيضة وبدي أخذ البياض وبدي أترك الصفار لحتى ندهن فيه وجه الفطائر، وفي عندي نص كوب من الخليط بين زبدة وزيت الزيتون، وفينا نستخدم زيت النباتي إذا ما توفر الزبدة أو الزيت، وبالإضافة إلى ملعقة صغيرة من خل الأبيض بيعمل معنا كمحسن للعجين. بالنسبة لكمية الطحين عندي 5 أكواب، ممكن يزيد أو ينقص على حسب نوعية الطحين اللي عم نستخدمه، وفي عندي نص ملعقة صغيرة من الملح ونص ملعقة صغيرة من بيكنج باودر كمان بيعمل معنا كمحسن للعجين. بخلط خلطة خفيفة وبدنا نعجنها، إذا توفر العجان نعجنها على العجان، وإذا ما توفر بنعجنها على إيدنا ما في أي مشكلة. شايفين هذا هو قوام العجين، ما بتمسك بالإيد، عجينة لينة ما شاء الله. هي العجينة بتنفع لكافة أنواع المعجنات والفطائر والبيتزا، يعني متعدد الاستخدامات. بدهن الزبدية والعجينة بشوية زيت لحتى ما تلزق عنا، وبغطيها وبتركها تختمر لمدة ساعة تقريبا لحتى يتضاعف حجمها. وبهالأثناء بدنا نحضر الحشوة. هون في عندي جبنة مشللة أنا قطعتها بالسكينة لقطع صغيرة، وفينا نستخدم القشقوان أو الموزاريلا على حسب المتوفر، والجبنة عندي قليلة الملح، وحطيت فوقها ملعقة كبيرة من حبة البركة، وفينا نضيف فلفل أحمر أو النعناع. وبهذا الشكل الحشوة صارت عندي جاهزة. وفي عندي حشوة تانية كمان نوعين من الجبنة، جبنة المشللة وجبنة البيضة، متبلين بالنعناع المجفف والفلفل الأحمر، وفينا نضيف حبة البركة إذا حبينا. وبهذا الشكل الحشوتين صاروا عندي جاهزات، وما شاء الله العجينة اختمرت عندي من بعد ساعة، هيك صار شكلها. العجينة الناجحة ومضمونة بإذن الله، إذا جربتوها إن شاء الله راح تنال إعجابكم. شايفين العجينة ما شاء الله طرية. قلبتها على سطح العمل وقسمت العجين لقسمين، وقطعت العجين لقطع صغيرة، وأكيد نحن بنتحكم بالحجم، فينا نكبر أو نصغر بالحجم. أول قسم قطعته ل 12 قطعة وكورتها بهذا الشكل، وبنتركها ترتاح لمدة 5 دقائق لحتى يسهل علينا الشغل. فردتها بإيدي وحطيت الحشوة وسكرتها بشكل كتير منيح لحتى ما تفتح معنا أثناء الشوي. كمية الحشوة بنحطها على حسب رغبتنا، مثل ما قلت لكم الحشوة أكيد اختيارية، فينا نستخدم الدجاج أو اللحمة أو الخضار أو أي نوع منحبه ومنفضله، بس أنا استخدمت الجبنة مثل ما لكم شايفين. وحطيتها بصينية فيها ورق الزبدة، وإذا ما توفر ورق الزبدة فينا ندهن الصينية بشوية زيت ورشة الطحين كمان بصير. وبهذا الشكل أول صينية صارت عندي جاهزة، أنا غطيتها وتركتها ترتاح لمدة 1/4 ساعة ل20 دقيقة لحتى يتضاعف حجمها. وقسم الثاني كمان قطعته ل 12 قطعة مثل ما يكون شايفين، وأخذت قطعة من العجين ومديتها بالطول مثل ما يكون شايفين، وحطيت الحشوة وسكرتها بشكل كتير منيح لحتى ما تفتح معنا أثناء الشوي. فضلا لا تنسوني من اللايك والتعليق. بنكمل كل الكمية بنفس الطريقة، وبغطيها وبتركها ترتاح وتختمر. وبالنسبة لخليط التلميع في عندي صفار بيضة واحدة وملعقتين كبار من حليب السائل، بخلط هدول المكونات، ومن بعدها بدي أضيف نص ملعقة صغيرة من خل الأبيض لحتى نتخلص من زفارة البيض، وفينا نستخدم رشة نسكافيه إذا ما توفر خل الأبيض. بخلط هدول المكونات وخليط التلميع هيك صار عندي جاهز. ومن بعد ما ارتاحوا الفطائر بندهن كل القطع بالخليط اللي حضرناه، هو الخليط التلميع. من بعد ما دهنا كل القطع رشيت من فوقها حبة بركة وسمسم محمص، وهالشي أكيد اختياري وفينا نتركه من دون أي تزيين، يعني من دون حبة بركة ولا سمسم. وبالنسبة للفرن شغال عندي من فوق ومن تحت على حرارة 220، ما بياخذ وقت، تقريبا 1/4 ساعة وبكون عندنا جاهزين، أكيد مع المراقبة لازم نراقب الفرن. وبهالأثناء جهزت الصينية الثانية كمان بالخليط التلميع، وهي الصينية رشيت فوقها سمسم محمص بس ما استخدمت حبة البركة، وطلعنا أول صينية من الفرن. شايفين اللون ما أحلاه، ذهبي، والعجينة ما شاء الله قطنية والريحة بتجنن، بتمنى أنتم كمان تجربوها بهي الطريقة. ودهنتها بالزبدة أول ما طلعتها من الفرن لحتى تبقى معنا هيك طرية، وهالشي أكيد اختياري. فينا نغطيها بمنشفة أو فوطة مطبخ ونتركها لمدة 10 دقائق لحتى نحبس البخاري اللي فيه ويضل عنا طرايا. وطلعت صينية تانية ما شاء الله اللون بيحكي عن حاله والطراوة بتجنن، بتمنى انتو كمان تجربوها بهاي الطريقة وبهاي الحشوة. والصينية التانية كمان دهنتها بشوية زبدة، وفينا ندهنه بالزيت الزيتوني إذا ما توفر الزبدة.
وهاي الوصفة كتير طيبة ولذيذة، وفينا نحضر كمية كبيرة ونفرزها بالفريزر، ووصفة كتير مفيدة ولذيذة للكبار والصغار، كلنا بنحبها. فينا نحضرها بأي وقت، فطور غدا عشاء، ومع كاسة شاي يا سلام. بتمنى أنتو كمان تجربوها، والريحة حبت البيت وكل العيلة حبته، وخلص عنا بنفس الوقت. وخبروني بالتعليقات من وين عم بتتابعوني، وإذا حبيتوا تجربوا الوصفة راح تلاقوا كل المكونات بصندوق الوصف. الوصفة ناجحة ومضمونة بإذن الله، بتمنى أنتم كمان تجربوها، إن شاء الله راح تنال إعجابكم. بشكر كل حدا بقي معنا لآخر الفيديو وحاط لايك وتعليق، وبنلتقى بوصفة جديدة إن شاء الله. مع السلامة، في أمان الله.